لاباس عليكم؟ داير مع هذا البرد كي دايره صحيحتكم؟ نتمنى تكون هذا العام الجديد ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه، ما شفتكمش من العام اللي فات. المهم هذا الفيديو غيكون تو سامبلومون باش نبارطاجي معكم واحد الباليت استعملتها وكنظن هو الماكياج باين، دونك استعملتها اول مره صراحه، دونك درت الماكياج بها اليوم وغنوريكم السواتش فيها، غنوريكم الحويجات اللي عجبوني فيها. وبطبيعه الحال غنقول لكم شكرا على لي كومونتير ديالكم والناس الجداد اللي معايا، مرحبا بكم في القناه ديالي. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه، دونك غيبان لكم لتحت واحد صابوني حمره وحدها واحد الجرس، دونك غتبركوا عليهم بجوجهم باش تكونوا معنا في لا فامي كنا الشوب، وباش فوق ما حطيت فيديو تشوفوا ان شاء الله انتم الاولين، وبقاو معايا باش تشوفوا لا باليت. او فوالا لا باليت اللي غنهضروا عليها اليوم، دونك سي لا باليت الاخرى ديال هدى بيوتي. بطبيعه الحال سي اون باليت لي اوريجينال اللي مازال ما فيهاش الكوبي، وغنديروا السواتش ديال لي كولور ديالها. الثمن ديالها في المغرب دابا واصل 800 درهم غير باش تعرفوا، دونك سي فري كو سي با اون باليت زعما لا بورتي تو الموند، ولكن فريمون البيغمونطاسيون ديالها واللوينات اللي دايرين في هاد لا باليت فريمون روعه ويستحقوا الثمن. دونك كما قلت لكم انا غنوريكم الحويجات كاملين ولا لي رمارك ديالي كاملين في هاد لا باليت، دونك بغيت غير ناكد لكم بان هاد لا باليت اليومين هذا مازال ما فيهاش الكوبي، دونك فيها غير لوريجينال، و غنشوفوا لي كولور انصامبل. دونك بقاو معايا اي فوالا، غتشوفوا لي كولور الروعه اللي في هاد لا باليت. دونك لي زوين فيها ان فيها دي كولور دو ترانزيسيون زوينين، دونك بحال هاد الغوز هذا، بحال هاد البيج هذا، هاد الاورانجي بيج اورانجي حتى هو زوين بزاف. فيها دي كولور مات، دي كولور اريزي، اي دي كولور كريمو، يعني كتلقاوهم بحال الجليتر تقريبا، واعره بالنسبه للخدمه مثلا ميك اب ارتست اللي كيخدم مثلا العرايسات ولا هذا، الخدمه فيها رائعه، بيغمونطاسيون ديالها غيانا دير. وغنديروا ميم سواتش ديال لي كولور. كاين حاجه وحده اللي بغيت ناكد عليها هو بالنسبه لهاد لا كولور هادي، دونك هاد لا كولور هادي كاين بزاف اللي كيقول لك هي سو فورم دو جيل، دونك غير باش نوريكم بان هادي سي با بور لي زو، دونك هادي نورمالمون سي ان غلوس، دونك سي بور لي ليفغ. دونك الميلانج ديالو كيعطي اون كولور زوينه بور لي ليفغ ماشي بالنسبه للعيون. هادي تما باقي كلهم سبيسيال اي شادوز، يعني كيداروا دي فار ا بوبيير فيهم الكريمو فيهم المات فيهم الاريزي، وهادشي اللي غنشوفوه انصامبل. دونك غنسواتشي لكم لي كولور باش تشوفوا الروعه ولا كاليتي دو بيغمونطاسيون ديال هاد لا باليت. نديرو السواتش ديال هاد لي كولور، دونك غنبدا مثلا دونك غنديرو واحد جوج ثلاثة أربعة، دونك هما هادو لي كولور. و إلا جينا سواتشيناهم كيجيو على هاد الشكل، بيغمونطاسيون ديالهم روعة 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 كما كتلاحظو. و هادو مبينينش بزاف، مهم لي كولور ها هما هادو ربعة اللولين، و لوينات خرين مختلفين. دونك غنحاول نسواتشيلكم غير لي مات باش تشوفوا بان ميم لا بيغمونطاسيون ديال لي مات كاينه، ماشي ضروري يكونوا اريزي. لاحظتوا دونك هادو لي 100% مات. بالنسبه لي كولور اللي قلت لكم كيكونوا شويه بحال ماربغ، هانتوما غتلاحظوا كاينين شي لوينات اللي كيكونوا بحال افي ماربغ، كيكونوا فيهم ان ميلونج دو كولور، يعني مي كديرهم مثلا نشوف شي بليصه خاويه الا لاحظتوا، مي كتحركي يعني حتى مي كتكوني دايراهم في عينيك مي كتحركي سا شانج دو كولور، فريمون خطيره خطيره وتستاهل الثمن ديالها. سيغت زعما كيما قلت لكم الثمن شويه عالي، ولكن راه فريمون روعه. الا مثلا كتفكري انك تاخدي اون باليت غزاله فيها اصلا لي كولور اللي دابا كنخدموا بهم، زعما كنخدموا بهاد لي ديغرادي موف، دونك ترانزيسيون ضروري خصها تكون هكا مايله للغوز، كنخدمو لي ديغرادي هكا ديال اورانج، دونك كاينين لي مو لي غوز انديان كذلك، و كيما قلت لكم كاينين لي بيغمونطاسيون لي كيكونوا كريموز بحال هكا. دونك لا تيكستور ديالها بحال كتخدمي لي غليتر، يعني كتكون شويه كريمي. اكثر من رائعه، وانا حاولت انني ندير بها مكياج اليوم غير باش نشوف البيغمونطاسيون ديال لي كولور، دونك خدمت بها هاد اللوك هذا
كنوعدكم غندير لكم توتوريال سبيسيال كيفاش تخدموا كساسوا لو لوك موف او لا لو لوك اورانج بهاد لا باليت وهادشي كامل هادشي كامل سورتو لي كليانت ديالي اللي كيجيو يديروا الماكياج دونك بغيت فريمون الناس اللي كنصاوب لهم الماكياج هنا يستافدوا من لا كاليتي ديال هاد لي برودوي سا سيغ ا ريان ان نبقاو نخدموا ديما بلا ميم شوز دونك لي زوين هو اننا نجددوا وهادشي اللي كنحاول ندير ديما كساسوا في خدمتي اوطون كو ميك اب ارتست اولا في المحل كنا شوب دونك كنحاول ان نجيب ديما لي زارتيكل لي جداد وفي نفس الوقت باش نبرعكم نتوما اللي كتجيو ديروا الماكياج عندي مرحبا والف مرحبا كنا هضرنا في الاول على هاد اللون هذا دونك كما قلت لكم هذا سي فورم فورم دو جيل دونك كيكون بحال شكل الجلوس مات دونك غنحاول ابليكيه لكم باش تشوفوا كيفاش كيجي بالضبط دونك هو كتميلونجي لي كولور دونك كتحاولي انك تخلطيه شي شويه تقدري ديريه بوحدو اولا تقدري انك ديريه مثلا فوق الكولور اصلا لا مود زعما هذا العام ان ممكن ديري الجلوس مات وتزيدي معاه اون توش ديال ان بوم اليف ولا جلوس مات ولا بلوتو بريون دونك كما كتشوفوا دونك حيت بزاف اللي جاوهم بيزار ان لا تيكستور ماشي ديال لي فارابوبيير عاديه دونك هادشي علاش بغيت نوضح هاد النقطه دونك كما كتشوفوا دونك لا باليت هي هادي التوتوريال ميك اب غيكون ان شاء الله لو بروشان بها دونك كما كتشوفوا لي كولور ديالها كيجيو مناسقين زوينين انكم تخدموا بها بزاف ديال لي لوك انكور اون فوا كنعاودها دونك مازال ما كايناش الكوبي ديالها وبطبيعه الحال حتى ملي كتكون اون باليت كوبي راه ما كتكونش بلا ميم كاليتي دونك كتكون بور ايفيكتيفمون دي فا سو دي باني ما ديروا نفس الماكياج ولا هذا ولكن ماشي ما كتكونش 100% نفس الكاليتي دونك غتلاحظوا مؤخرا بان لي فيديو ديالي في يوتيوب وليت كنقصرهم شي شويه كما كتعرفوا انني كنصور لي توتوريال عندي في المحل دونك كنحاول ديما انني حتى كيخوى المحل عاد كنصور ومع هاد لو كوفر فو ديال تسعود دونك مزير شي شويه الوقت ما كيقدنيش الصراحه و زعما العده ديالي ديال الماكياج كلها كاينه هنايا يعني حتى ملي كنت كنصور في الدار كان الماكياج ديالي كاين في الدار دونك كنعاود شويه ممكن نعاود لكم قصه حياتي غير باش تعرفوا علاش وليت كنقصر لكم شويه في لي فيديو ولكن اون ميم طون ما بغيتش انني نغبر عليكم هادشي علاش بغيت نبارطاجي معكم هاد لا باليت الغزاله دونك نتمنى يكون هاد التوتوريال عجبكم تكونوا استفدتوا شي حاجه وكما كنقول لكم ديما راه لا باج انستغرام ديالنا اولا لو كونط انستغرام فيسبوك كنحط فيه toujours les articles اللي كيدخلوا جدد دونك هاد لا باليت راه ديسپونبل دابا في المحل الا بغيتوها مرحبا بغيتو تدخلوا باش تعرفوا على زعما دي توتوريال يوتيوب اولا كتشوفوا كيفاش تخدموا بها راه كلشي كاين تبارك الله يوتيوب راه سي تون بيبليوتيك فيها ما شاء الله كلشي دونك كنحاولوا نديروا على قد المستطاع يقبلوا عليا وشكرا للوفاء ديالكم وطبيعه الحال ما غنغبرش اكثر دونك كنحاول انني ندير لكم شي فيديو بها ان شاء الله بجوج ديال لي لوك دونك بيسكو فيها تقريبا جوج ديال الدرجات ديال الوان اللي عاجبيني بزاف سواء الوان برتقاليه هكا ديغرادي او الوان اللي كتكون شويه موف غوزانديا اصلا سي ماي بريفيري غتلاحظوا لاني ديما في لي توتوريال كندير هاد لي لوك بزاف دونك بغيت والحاجه الثانيه اللي بغيت نبارطاجيها معكم في هذا الفيديو هو ان استعملت واحد لاكام ديال لي شامبوان سيلفر سان سلفات sans paraben et sans silicone et je suis très très satisfaite. Donc il a لاحظتوا رجعوا غير الفيديو اللي قبل من هذا وغتلاحظوا الفرق في لا كولور ديال لي ميش ديالي. على فكره الناس اللي كيسولوني على الكولوراسيون انا راه ما دايرهاش كولوراسيون انا دايره لي ميش حاطاهم على لوني الطبيعي دونك اللون الطبيعي ديالي هو اللي غيبان لكم في لي راسين دونك سي ماشي كحل وماشي قهوي دونك بحال قولي قهوي مغلوق دونك هذا هو اللون الطبيعي ديالي وكنحط لي ميش ديريكتومون عليهم ما كنديرش كولوراسيون ولكن باش كنفتح اللون ديال الشعر ديالي دونك كما كتلاحظوا وكيولي لي ميش ماشي صفر كيوليو سيلفر دونك كنستعمل الشامبوان بلو اولا سيلفر دونك جربت بزاف ديال الشكل لاني انا من الناس اللي ميمكنش يجلسوا بلا لي ميش حتى النهار اللي كنت بدلت اللون ديال شعري درت ماغون دوزت به واحد 3 موا وعاود درت لي ميش المهم دونك غنبارطاجي معكم هاد لو شامبوان سيلفر باسكو فريمون رائع جدا وفرق شاسع ما بين لي سيلفر اللي كنت كنستعمل وما بين هذا علاش لان لي سيلفر الاخرين كتستعمليهم بزاف ديال المرات عاد كتخرجي في اللون اللي انت كتبغي يعني كتكون الزغبه اصلا كلات شي شويه العسل لان السيلفر سي ان شامبوان كي فوغ يعني ما يمكنلكش ديريه دائما دونك شي شويه كينشف الزغبه او ميم طون دونك كتولي كتستعمليه بزاف هذا لا هذا استعملته مره واحده دونك كتجي لاكام فيها شامبوان
والماسك ديالو فريمون رائع جدا. سي دوماج ديالي خمدي في الدار، ولكن غنوريكم اللي كاينين في المحل هنا. لا كولور ديالو بعدا ملي كتحلوا القرعه اولا الماسك كتلقاو لا كولور اللي فريمون ناصعه باينه. يعني انا منين استعملته في الاول غير حطيته في يدي بان لي بان اللون مختلف على لي سيلفر اللي كنت كنستعمل. دونك ما ندير لكمش الاثاره بزاف، غنوريكم لا غام. وكما قلت لكم راه جوشي فريمون تري ساتيسفيت، الثمن ديالها جد مناسب. دونك كيجي فيها شامبوان والماسك ديالها، اجيو معايا باش تشوفوها. لا غام اللي كنا كنهضروا عليها هي هذه. دونك هذه سي اون غام دو شامبوان اللي كيكونوا كما كتشوفوا زيرو سلفات زيرو بارابين et zéro silicone. Donc fait un bizarre de chicken, fait un shampoing pour cheveux secs, donc ça va nous l'avocat. Donc j'ai shampoing au masque diallo. Donc qui est également là-dedans pour cheveux colorés. Bénis Vanessa, les qui se brouchent armo, les qui conchent armo, c'est d'ailleurs bizarre. Donc fait cadelic le masque diallo. Donc بالنسبة للأثمنات ديالهم راه كيما قلت لكم أثمنتهم جد مناسبة. كيجي فيهم شامبوان والماسك بجوجهم ب 220 درهم. إي مون شامبوان إي مون ماسك اللي استعملتهم أنا لي سيلفر ديالي هما هادو. دونك كيما كتشوفوا فيه شامبوان إي ماسك بور سبيسيال شوفو بلون، يعني الناس اللي دايرين لي ميش أولا اللي كيكون الشعر ديالهم بيض. كذلك شفت باغي نوريكم، غنوريكم هذا هذا لي بور شوفو غرا. دونك بالنسبه زعما لي شامبوان انا ما كنستعملهمش كاملين، سي اون سيرتيتود ما غنستعملهمش كاملين. دونك استعملت السيلفر اي جو سوي تري ساتيسفيت. كذلك بالنسبه للناس اللي متبعين لو كونت ديالي لاله الدوي راه ديجا شافت ما غتشوفوه في انستغرام ديالها. دونك هضرت عليه بيسكو سي ان برودوي كي ناتوريل او ميم طون لي زوين هو ان سان سلفات سان بارابين اي سان سيليكون. دونك هذا راه كيف كنت باغي نوريكم فوالا هاد ديكوفيرت. دونك انا استعملته اول مره وهانتوما غايبان لكم الفرق. وكما قلت لكم رجعوا غير الفيديو القديم وغايبان لكم الفرق ما بين شعري في هذا الفيديو والفيديو اللي قبل منه. دونك ما غنطولش عليكم اكثر من هكا. شكرا لكم انكم بقيتوا حتى الاخر. نتمنى يكون هاد الحويجات اللي كنوريكم كيعجبوكم، والا عجبوكم خليوا لي ان بون كومونتير لتحت، واحد اللايك زوينه بحالكم. والناس اللي جداد مرحبا والف مرحبا. كما كنقول لكم الا كنتو مازال ما اشتركتوش هبطوا على هذيك صابوني وبركوا عليها، وباش تعرفوا الناس بينا ولا الناس يعرفونا اكثر ما تنساوش انكم تبارطاجيو هذا الفيديو في لي ريزو سوسيو. دونك تهلاو لي فراسكم. كانت معكم غزلان من كنا الشوب. ا تري تري بيانتو ان شاء الله. السلام عليكم.